العزيمة من حيث اللغة ما معناها؟ معناها قصد مؤكد، قصد مؤكد. مدينظ عزمت، عزمة في ظنية، في زمض الرأي، فريض الرأي، أتخذ كذا وكذا، عزمت. إذن العزم معنى القصد المؤكد، القصد المؤكد. وجي من حيث اللغة، وربي القرآن الكريم فإذا عزمت فتوكل على الله. فقي سورة الآية 159 من سورة العمران، ربي ناد وإذا ناد فإذا عزمت فتوكل على الله. وعلى بالك تلقي العزم معناه بلا تردد، في كو تفضيوني تيزيتي يونو ظهر رزدت ثلاثة أرض في نعشار في تيزيتي صافي، عزمت فإذا عزمت فتوكل على الله. سي ان بروجي، تغرط مليح وكذا، تخلط ليتود وكذا، تشورض الى اخره، تكل على ربي. لو كانت تقيم مطرد تخدم ضر والو، لا يمكن. لذلك العزمكي مطلوب جدا. لذلك قلت لكم من في موضوع النيه، النيه من مقاصدها، من مقاصدها التمييز بين العبادات والعادات. يزمر يوم يدوش، ولكن ورق صدر الغسل يزمر صافي لا قال لي فرق يا سنت سوا شو سنيه هذه زلط وراك العصر في قربعه في قربعه ذا شو يفرق يا سنت ذنية ثقي طهور غسل اربع ركعات ثقي العصر اربع ركعات يوم يزول القضان غير يزول النافله يوزم يزول القضان النافله القضان الاداء رمضان كيف كيف الى اخره وهذا القضاء وهذا النيه الى اخره صافي النية من مقاصدها العزم والجزم والحزم ومن مقاصدها أيضا التمييز بين العبادات والعادات من جهة وبين العبادات في حد ذاتها كما أشرنا. لذلك إذا كلمة العزم يراد بها لغة القصد والمؤكد من حيث الاصطلاح إنه هو الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، حكم ثابت. درك الآن يكل ما ثبت من أحكام شرعية بأدلة شرعية في الكتاب والسنة، خلاص هذاك هو المطلوب. عزيمة خمس صلوات، خمس صلوات، رمضان رمضان، الحج الحج، الزكاة الزكاة، في الضوء الواجبات اللي ساعه كذا الواجبات الاخرى ماشي في العبادات، والعبادات بمفهوم العام، بمفهومها العام، الانفاق على الاهل والعائله والوالدين مش عارف كي واجبات الى اخره، واداء الاعمال واجبات، يونس على الخدمه من قاسي خدم واجب في الناس، واجبات واجبات، هذه كلها ثابته باحكام شرعيه. وقد تاتي هذه الاحكام من مصدر العقود، العقود ان كونترا خدم نسين العقد، واذا عقدني لانت لي زوبليغاسيون، لانت التزامات، كل يوم نشوف التزم فلان بكذا وكذا، التزم فلان بكذا وكذا، يون ذاك الراي يشرت حانوت من بعد ديفورمي تاعك وراك رايح قد شي ورد لابيس يشرت حانوت ابري يخلص كل شاب يكس كل شو كس كل حيوان يدخل يخدم ستاوي الشيني مستاجر انت صاحب انت تملك المنفعه لا تملك الرقبه. بافنت حانوت يملك العين ينس يسعى لاكت ينس، ماذا كراي يملك المنفعه، عقد الايجار هو عقد منافع، عقد منافع ما ينقلش الملكيه من المؤجر الى المستاجر، ينتفع فقط. لذلك في تفاصيل مهمه وهناك مشكلات كثيرة تقع بين هؤلاء بين المؤجر والمستأجر بسبب عدم استيعاب الأحكام الشرعية، بين قوسين حتى الأحكام القانونية في هذا المجال. إلى أما الرخصة، الرخصة لأن العلماء الأصوليين ما ليس برخصة فهو عزيمة، ما ليس برخصة فهو عزيمة. الرخصة لغة، لكلمة اللغة، ذي اللغة
المراد بها اللين، اللين نعومة رخصة، رخص فضل لين ونعومة. أما من حيث الاصطلاح فيه تعريفات، منها استباحة المحظور ضاد بالإشالة مع قيام الحاضر، يعني استباحة المحظور. تسلم الآية مدينة رب سبحانه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، معنى ثلاث سبا إيقل إيقران أين اللان ممنوع يغال مسموح، أين اللان دل الحرام يغال دل الحلال، أين اللان دل الحرام يغال دل الحلال. في العبد ذني كان في رمي دني والميل اللوز وفلا شريج أذي شيء حرام، أي غرب باش يدي نقذ ثنفسيتي ينقذ الروح ينس هكذا، لأنه أمرنا بالمحافظة على النفس. المحافظة على النفس مقصد من مقاصد الدين، الكليات الخمس، خمسة ني: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، وحفظ العرض مع النسل، وحفظ المال. كل هذه المقاصد الكبرى والكليات الخمس عندنا النصوص تحفظها من حيث الوجود ومن حيث العدم. من دين ربي سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أي غير سورة دون دورغان، يعني شيقي ماشي كان يذمم أتفضي ونساء في غزلت مثلسي سنف إيون يماسنا وتماسنا كذا ساعة سين تيظن، والحمد لله رب سبحانه يقدر نزمال نعيش سيوث انتظلت سيوث أتفك ذراني ويتظلتني ويت بيان سور بالشروط الشرعية والشروط الطبية والشروط القانونية وقيوك الساعة لحقا ديك الشمال. أي غار لماذا أجازتها المجامع الفقهية التي تمثل الاجتهاد الجماعي، وأجازها الكثير من العلماء باجتهاداتهم الفردية؟ من الأدلة اللي اعتمدوها هذه في كل ميم ذي الدعاية كي نتفك الثق الدرث إذا من بلك تنسي جعل ربي السبا. طبعا الحياة في ضربك وشك فوس ربي، ولكن نكوني ذي الخير ذي التعاون تعاون قباشة ما تفكضي من الذريمة تفكضي القوثنة تفكضي إذا من يحوج إذا من يحوج أو نيجاتيف ذوي يحوج يحوج أو بوزيتيف ذوي يحوج هكذا يحوج ذي الزلط ميلا مسموح إلى آخر. الله يبارك. أي غير الأدلة يعتمدون منها هذا الدليل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ذي الآية قال يستغني ونذي وليوني غرق ذي البحر نتسى ذي قريم يسغل البحر باش يدي سلي إلا وندا وين كني سلكي ذي نسى يغرق إلا وندا غد الحكاية تمشوها باليقين. يعني سبحان الله تضحية هذه في قد دولي ذي الموازنات الموازنات. لذلك فقه الموازنات في الشريعة مما يستعين به هذا الأمر، يستعين بهذه الأحكام بهذه المعايير لضبط فقه الموازنات. فقه الموازنات كل شيء للميزان الدنيا إلا المعنويات. إن الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة، من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، وجي من التعريفات المذكورة في باب الرخصة. ثم نحاول نشرح كل هذه المعاني فيما بقي لدينا من الوقت. أدنغال إلى موضوع الرخصة والعزيمة والأدلة السنت إلى آخره، نستفيض شوية في هذا في هذين الأمرين. أولا الأصل العمل بالعزائم، هذا هو الأصل العمل بالعزائم، هذا هو الأصل. سواء تعلق الأمر بالممنوعات يعني تجنب الممنوعات المحظورات والإتيان بالمأمورات والأخذ بالعزيمة، هذا هو الأصل. مثلا أدنك بعض الأمثلة: تظلف نقوم الصلاة أنزلسي بدي أما كذا إن شاء الله، هذا هو الأصل. ولكن لا نلجأ إلى الرخصة إلا لعذر، إلا لعذر المرض عدم القدرة
كيف كيف صيام رمضان، انا نوزم رمضان يمالي وليوظن يوظن يهلك لا يستطيع السيني الطبيب شنو ورد الزمير ضرر. إما الطبيب السيني بحكم خبراته يعني ذا مسنو ربي ندوى لا ينبئك مثل خبير أكين شنو تزم ضرر النقض شيش استجري بينك سال مجرب ورد يمانيك الزمير ضرر لا تستطيع. فبالتالي ومن ثم أشدنيني وينك نغدي قنا ربي سبحانه إيناد تشيف أيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب في قاعدة فقهية إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب، يعني ثزمر ربي سيدي فكان ميكسي تربي إيون سلبها إكسس تزمر صافي يسخف في اللاس ماشي إكسس تزمر كي نسيت تزمر خاطئ. إذا سلب الله ما وهب أسقط ما أوجب إكستزمر إكسف لك رمضان سوزمارة فذوث سفاق لسن الفدية وتقلق ورح تزن وريلي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثورا التخفيفات أتصق الله أتصق الله نغض الأصل هي العزيمة أي غدي النبي عليه الصلاة والسلام لقد نسيناك الحديث هذا إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، حديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل. إن الله يحب يحمل أن تؤتى رخصه مرسعة شروط الأعذار ربي يحمل أتطفم لي فاضوراك الرخص يكون ديفكا كما يحب أن تؤتى عزائمه صفي ثلال العزيمة وهي مطلوبة لابد أن تؤتى العزائم مع القدرة وعدم العجز، ولكن إذا تعذر ذلك لوجود عذر شرعي لتحقق مسوغ شرعي انتقل من العزيمة إلى الرخصة بلا إثم. وليش الإثم؟ سيظهر ذنوب ولا حرج اتحرج. لذلك سفيان الثوري رحمه الله شو يقار؟ يقار إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. معناه الإكستريميزم يسير تطفي الطرفك أنا الطرفك روح زيارة الماس تلمسني إخي إنه ربي الجواليس وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. سورة الآية 143 في وسط السورة، السورة 286 آية ديفيزي باردو سيدي في الدين الآية 143 واستقبلت فقرنيث سكيت قرنيث فلمس قيم ذي الخالي. لذلك نروح كنس العقل أن في بلي سفيان الثوري إناد إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة. شي غدينا ثقة خطر يقول ماشي ثقة ذي غالس دي تقليبك الرخصة ندلع نتاك من يعني تحرر الرخص سيدي كان في اللسنت ذي الظليث ذي رمضان ذي العشور ذي كلش إلى آخره إنه يترصد بلا عذر كان كيتقلب كان في إنه فقد اجتمع فيه الشر كله صافي لك الميزان كل حاجة دوني الميزان قليل الميزان هذا مكان. والميزان لقي عمر بن الخطاب اسمي روح نمسكوا الصحابة ظهر ثم شهود اسمي بظن بمكان يبذ الخبر خبر يقين بلي لا طاعون مرضي كونتاجيوز طاعون لقي يخدم العجب يخدم العجب المغن التفضيوني موثي جدر رويس
قبل يخدم الفريضه يموت يونس انسان ديجا ينيش ولا شي سكواس دي يخدم الفريضه طاس مسكواس مني يقول هلاك لا عجب لي زيريتي قبل سني في الفريضه ديجا يموت يونس سيماك ويس المهم المجتمع شاهوت الناس من الصحابي شاورث اللي سوري نكمل غنغال ما نقرب بزاف نهلك مرض الطاعون سياتي علينا نغنغال الهربه تسلك لانه جالسين نخاطب السؤال راه القدام كيسينا الناس وين ينتقل ينتقد ابو عبيده عامر بن جراح نيفو عالي ماشي ذا صحابي جليل ناس إناس أفرار من قدر الله يا عمر اسمع وراك رايح سر ورد السلسلة مكتوبنا اسمع كمل يعني جزا الله خير أفرار من قدر الله يا عمر ستدير القدام ولما إلى الدونجي إلى الخطر إلا نقصد أن كمل أبريد ولكن عمر خطاب الرئيس الناس لو غيرك قالها شغل استقبالي في الترجي غير سي الجهاي ترجو اكثر ان يستنفر من قدر الله الى قدر الله نرول سي القدر غير القدر يعني غلق المستجور ماشي كيما ناخذ الاحتياطات خاطر والا ممكن بين قوسين الشجاعه تعريف الشجاعه ما معنى الشجاعه وسط بين الجبن والتهور الا الجبن يوم ذا خوف في كلش نغم متهور زدنبرك ما يهمش لا الشجاعه تلمستني ماشي ذا الجبن ماشي التهور سي بور سا الشجاعه فلها تهور غيريس ذا الطرف طرفين النقيض سقراط وكي فيلسوف كبير فيلسوف اغريقي برمي العقول قرانا في الدونيس نسمى معنى الفضيله يا سقراط ان الفضيله وسط بين رذيلتين يبتدي راسي بالسواس وسط تلمس بين رذيلتين سكت ما معنى الكرم ما نظن فيني ذا كرمي معناتها ذي تلمس يجر الشح التقتير اكذ التبذير الاسراف بين التقتير والتبذير ثلا منطقه وسط اسم الكرم دمدوك تي كذاك يا كوك لي فالور ديالنا شرعك ان تفضوك تلمس كوكوك لكن ملت ذم كل شيء لذلك نكون بعد حركتنا مضبوطه بفقه يا اخي النبي عليه الصلاه والسلام يناد من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين حديث كي رواه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه شو ديننا النبي عليه الصلاه والسلام يحب ربي الخير في فقه ولكن الفقه هذا كيف دنيويه وكيونيون أدوات هم يقارن فقه النصوص النصوص دي تكس القرآن والسنة أدوات فقه المقاصد باش تسيك ذاك الروك إلا قذي ليدي وذي ليدي فقه الموازنات مدي النبي القاعدة الفقهية يختار أهون الشرين هذا وين موضين الطبيب وكذا نجمع بس سنوالي إلا قاك يزم فوسي نغضاريك نموش تروي فلاي لهلك أذي وصولك روح كلش سي نرجو اما ذا بيك يزم رضار امي يا خويا باش نسلك راه كيزم رضار وكي قال بطر العضو السقيم ضمانا للجسم السليم ثاي يخدم الميزاني هم يخلص الحوض اكسني ونوضار اعوذ بالله ربي ان شاء الله يعافيكم ويعافينا نغا تجري عليك النيه فما شو هذا يقصده الا ما يبضك الصوره من بعد داين تروح خدم الموازنه يختار هون لذلك الصحابة واش دين في النبي عليه الصلاة والسلام إن ثبت أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما من المكسوس اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه اختيارين في السوسن سوى ما لدى الإثم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما صافي نحتاج إلى فقه النصوص نحتاج إلى فقه المقاصد نحتاج إلى فقه الموازنات نحتاج إلى فقه الأولويات لي بريوريتي لي بريوريتي يعني غير الصحابه ملي تيجي كاع النبي صلى الله عليه وسلم اسيني اتروح من القوم كذا وكذا خبرت بلي ربي يون هي وانت كتمزوروث
وسقرر ما تعشروا مي ورا العشور مازال. فإن استجابوا لكم أمنا إن ثسن بلي ربي فرض في اللون خمسة الظلة يروى الساك ذياض. فإن استجاب لكم استجابوا لكم يعني خطوة خطوة دوس يوثيوث ماشي فيك أنت ياكم يوثيوث. فقه الأولويات اللي اسمه فقه مراتب الأعمال هضر عليه بزاف سلطان العلماء العز بن عبد السلام ويهضر في الإمام الشاطبي في الموافقات يهضر في الأساطاس العلماء يهضر فقه مقارن فقه مراتب الأعمال لا فقه الأولويات إلا ونقالوا اسمه فقه الواقع. فقه الواقع جيه معناتها من الواقع إلى واقع قد تتغير الفتوى من واقع إلى واقع. وقد أشرنا إلى هذا من خلال إشارتنا لكتاب ابن القيم رحمه الله يعلم الموقعين في جزئه الثالث في الصفحة الثالثة باب تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد هذا الباب. لذلك ثورد نضال إذن سلامي وان سفيان الثوري الله يبارك. إذن إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد. سردنا بعض الأدلة الأدلة كثيرة من هذه الأدلة ذي القرآن والسنة. أول السنة سلمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما إلى آخره. اسمح لي كان تعليق خفيف فوني عمر الخطاب مسين لو غيرك قالها إن استنفر من قدر الله إلى قدر الله باش غادي تفهماك باللي ندفع القدر بالقدر اللاز ذي القدر ندفعه في الماكلة في القوث أما الفاذ الشياض قدر ندفعه بقدر ثمن المرء لهلك ذي القدر ندفعه بالدواء الدواء في القدر أصميض قدر ندفعه سوبرنوس نغا سخانة وهكذا ندفع القدر بالقدر. إذن فلنتعلم من سيرتهم رضي الله عنهم أجمعين. لذلك الآيات كثيرة أختار منها إلى رب سبحانه في سورة البقرة الآية 286 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن ربي في سورة البقرة الآية 185 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن ربي في سورة الحج الآية 78 يريد الله وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية 78 من سورة الحج. إن ربي في سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ولكن لاحظوا معي في كل مرة ربي يكرر يريد ربي يبغى يريد وإذا قلت قد تختلف إرادتنا مع إرادة الله سنكون إلى نكون ضرين غير عبدي خطر ربي يبغى نكون يبغى عبدي أنت تريد وأنا أريد إن سلمت لي فيما أريد حققت لك ما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد خلاص. وربي في صورة ياسين الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بين الكاف والنون. ولكن لما دينا ربي صورة النساء 28 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لذا الآية الثانية سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. سورة المائدة الآية الثالثة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. لذلك العلماء سفغند من خلال كلمة التخفيفات سفغند ما يسمى بالتخفيفات